وإزالة النجاسة تقدم معنا في الدروس المهمة أن إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة. النجاسة المغلظة تزال هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. نجاسة الكلب إذا ولغ، يعني أراد الشرب من الإناء، وفي الغاء الكلب لا يشرب حتى يدخل لسانه في الماء، يغسل. طبعا الماء هذا نجس، لاقى النجاسة الآن، تزيل الماء من الإناء وتغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. هل يصلح أن يضع بدل التراب صابون أو أشياء يعني ديتول؟ عندكم ديتول؟ المهم كذا، هل يصح أن يستعمل غير التراب في إزالة نجاسة الكلب؟ لا، لأنه منصوص عليه تراب. بعد هذا هو يحب أن يضع شيء، ما عندنا إشكال، لكن لابد من التراب، ثم يتبع التراب الماء 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. الثاني، هذه نجاسة مغلظة. المخففة يجزئ فيها النضح، وهو رش الماء فقط بلا عصر، يرش الماء فقط، أو يأخذ مثلا طرف ويضعه في الماء، طرف الثوب، هذا يسمى نضح، رش فقط. في ماذا؟ في المذي، وهو سائل ليس له لون، مثل الماء، لزج يخرج عند التفكير أو كذا. نجس، نجس. ناقض الوضوء، ناقض الوضوء، خارج من السبيلين. ماذا يصنع؟ يغسل الذكر والخصيتين حتى ينقطع هذا الخارج. إذا وقع على الثوب كيف يزال؟ بالرش فقط. الثاني، بول الصبي، بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب قوت هذا الصغير حليب الأم، ذكر دون الفطام قبل 2 سنين، وغالب طعام هذا حليب الأم. فإذا بال على ثوبك ماذا تصنع؟ تنضح، ترش الماء فقط. المذي طاهر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع على ثوب مني وكان رطب نضحه بالماء، رش فقط، وإذا كان جاف يحته ويزيله. مفهوم؟ طيب، غير المغلظة والمخففة نجاسة متوسطة. كل شيء غير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، والمذي والمني، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الجارية متوسطة، رش وعصر، نعم. بول الآدمي متوسط. طيب، هذا باختصار أمور عن الطهارة.